شخصيات كبيرة وحسابات كبيرة بتحاول إنها تسمع صوت أهالي شباب النوبة للمسؤولين في مصر. الهاشتاج اسمه حملة لإنقاذ غرق شباب النوبة للمطالبة بتكثيف هي بس كده حملة لإنقاذ غرق شباب النوبة، والحملة معمولة للمطالبة بتكثيف البحث عن جسمهم. الحكاية بدأت من 10 أيام تقريبا لما طلع مركب في إحدى القرى التابعة لمحافظة أسوان في جنوب البلاد، والمركب ده غرق في النيل وكان في 8 أشخاص منهم 3 أطفال مع 5 أشخاص آخرين، وغرق المركب. وفي نفس اليوم أو في اليوم التالي يعني بعتوا فرق إنقاذ وحاولت إنها تقوم بعملية الإنقاذ، يعني طلعوا جثمان لطفل صغير عنده تقريبا 5 سنوات وجثمان آخر لأحد الرجال وعنده 36 سنة، بس لسه في ستة موجودين في قاع النيل، لسه في 6 أهاليهم عايزة تدفنهم، لسه في 6 كل يوم الأهالي بتروح بتتجمع مكان ما غرق المركب بيحاولوا إن هم يستغيثوا بأي حد يساعدهم في إنقاذ يعني في استخراج جثث أولادهم من تحت عشان يدفنوهم. يعني ربنا ما يكتبها على حد أبدا يا رب. بقالهم 10 أيام، وطبعا يعني وقت ما حصل الحادث وقت ما غرق المركب كانت الأرصاد الجوية في حالة سيئة والحالة الطقس في حالة سيئة جدا، فوارد قوي وارد جدا 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 أن يكون حصل طبعا يعني جرف للجثث دي لأماكن أخرى بعيدة. بس يعني في النهاية فرق الإنقاذ بيبقى عندها خطة وبتبقى عارفة الطيار رايح من ولا جاي من أي اتجاه، سرعة الرياح كانت قد إيه، متوقع أن الجثث دي يلاقوها فين. يعني في أمور كتيرة تقدر الدولة إنها تقوم بيها، مش إنها بعتت فرقة إنقاذ كده يوم تروح ولا حاجة وخلاص. حادث زي ده كنا شفنا رئيس الدولة راح يواسي الأهالي ويقف معاهم، وإحنا بينا وبين شهر كريم وأيام مفترجة أيام يقف ويواسيهم. لو في دولة تانية إحنا لا شفنا لا رئيس وزراء لا مسؤول لا وزير لأي حاجة خالص راح للمكان. النهاردة بس المحافظ راح بعد 10 أيام راح عشان كده يتفقد الوضع ويبقى اسمه راح وعمل جزء من اللي عليه، وفي المقابل في حصرة أهالي مفيش في إيديهم حاجة غير إن هم يرفعين إيديهم للسماء بيدعوا ربنا وبيدعوا أي مسؤول عنده شوية رحمة إنه يكثف الجهود للبحث وإيجاد جثث أولادهم. يعني خالص التعازي طبعا، احنا بنتكلم في 10 أيام يا جماعة، يعني مش بنتكلم في ان ممكن نلاقي ناجين، يعني خالص التعازي لأسر الشباب دول والأطفال دول لأهاليهم طبعا ربنا يصبرهم، وخالص الدعوات برضو للمسؤولين ان يحسوا بالمواطنين، يحسوا بأهالي الناس دي، يحسوا بأهاليهم ويكثفوا شوية من فرق البحث وفرق الإنقاذ. إحنا بعتنا طيارات تطفي حرايق في كيان صهيوني، إذا بندعي ربنا إنه يفضل والع، ودول ولادنا غرقانين في قاع النيل في بلدنا، لا هنبعت طيارات ولا حاجة، مش أكتر إننا نكثف عمليات البحث. بدل ما بعتين فرقة إنقاذ ابعتوا 2 ولا 3 ولا 10، في النهاية دي مواطنين مصريين. طبعا هاشتاج كبير معمول ترند النهاردة، استغاثات كلها عمالة بتتقدم ان يعني ارحمونا ارحمونا. في ام عبد الرحمن الخطاب ده حساب، يعني دي ام واحد من الشباب اللي في قاع النيل، يعني كاتبة طبعا، انا يعني مش عارفة والله دي كاتبة رساء ولا كاتبة ايه، كاتبة كلام يقطع القلب. يعني بتقولك ابني عبد الرحمن ابو الخطاب فلذة كبدي عكاز حياتي ضياء قلبي، اللهم رضيت بقضائك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت علي، اللهم اعطني ما احببت واجعله خيرا لي، ابن المحبوب احتسبك من شهداء، اللهم الهمنا شكرك ونعمتك ولن نظن بك السوء يا الله ولن نيأس من رحمتك، اجمعني بي ونسألكم الدعاء، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في كل حال.
الحمد لله على كل شيء، ربنا يعني صبرك أم عبد الرحمن. يعني والله كلماتها فعلا تقطع القلب، ابنها وسندها النهاردة هي بتقول يعني ربنا يرحمه. في كمان حنين اللي كتبت وقالت في صباح يوم جديد وما زال وجع القلب، اللهم رد علينا ضلتنا، اللهم أخرجهم من باطن البحر. دور الناس اللي عندهم متابعين كتير تعمل هاشتاج وكلنا نفعله ونطلب استغاثة أكبر من كده، ويبقى فيه اهتمام شوية. احنا مش شوية يا جماعة، حملة لإنقاذ غرقى شباب النوبة. الدكتور محمد الصغير بيقول مجموعة من شباب وأطفال النوبة غرقوا في النيل من 6 أيام، والأهالي يحتاجون من يساعدهم في استخراج الغرقى من الفرق المتخصصة في ذلك، وإيصال صوت المهمشين إلى آذان المسؤولين، عليهم يجدون أذانا صاغية ويدا حانية. حملة لإنقاذ غرقى شباب النوبة. في بنت النوبة اللي كاتبة على نفس الهاشتاج بتقول نرجو المساعدة في انتشال غرقى النوبة، بالله عليكم احنا في قرب بقالهم 5 أيام في مية النيل. عايزة أقول لكم بس احنا النهاردة في اليوم العاشر يا جماعة، النهاردة 10 يوم، الهاشتاج بقاله أكتر من يوم، ولاد وبنات وشباب ورجال دين دخلوا وكتبوا على الهاشتاج. يعني الناس دي بقالها 10 أيام بتصرخ، بقالهم 10 أيام بيطلبوا الدعم، 10 أيام بيطلبوا أن الدولة تحس بيهم، 10 أيام ما تبعتولناش قارب نجاة واحد كده يدور على الناس، ابعتولنا فرق نطلع الناس دي. النهاردة اليوم العاشر، أنا قلت مع الدكتور محمد الصغير قال 6 أيام وأدي بنت النوبة 5 أيام، لكن النهاردة اليوم العاشر، اليوم العاشر. حساب باسم فيصل بيقول هو فين الإعلاميين مننا، فين الصفحات المصرية مننا، احنا مش بنقصر مع أي ضيف يجي أسوان، احنا في ناس من عندنا عايزين ندفنهم، انظروا إلا لقضيتنا بعين الرحمة وجبر للخاطر. دول شباب، دول ليهم أهالي وأصحاب. خلاص 11 يوم، 11 يوم كتير، عايزين نعرف ننام ونعيش حياتنا على نفس هاشتاج الحملة. وفي محمد علي، أول يوم يروح فيه المحافظ لموقع الحادثة بعد 10 أيام على وقعة غرق 5 شباب وطفلين، وبعد تصدر الهاشتاج لترند رقم 1 في مصر على تويتر. يعني إحنا بنتكلم في 11 يوم، 11 يوم والمحافظ الحمد لله كتر خيره، يعني تاتا تاتا كده بعد 10 أيام قرر إنه يروح ويشوف الأهالي. ناس كتيرة جدا داخلة على الهاشتاج الحقيقة، كلها بتطالب بفرق إنقاذ، كلها بتطالب إن يعني يبدأوا يتحركوا في البحث، كلهم بيطالبوا إن يدفنوا أهاليهم. ونتمنى يعني إن فعلا المسؤولين ينظروا بعين الرحمة، ينظروا بعين الرحمة فعلا للناس دي ويقدموا اليد.